الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن ذكر الله عز وجل طمأنينة للقلب، حيث يقول الحق سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن في المقابل عاقبة من يعرضون عن ذكر الله صعبة، صعبة للغاية، كما بين لنا ذلك القرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن، وعبر القرآن بلفظ يعش وهو ضعف البصر، كأنه لا يرى ولا يبصر، لا يبصر الحقيقة. ومن يعش ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هو قرين الشيطان والشيطان قرينه. ويقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولم يأتي لفظ المعيشة الضنك في القرآن الكريم في غير هذا الموضع، لأنه لا سعادة ولا هناء لمن انبتت صلته بخالق الأرض والسماوات. ومن أعرض وصد عن ذكر الله، فهذا نص قرآني محكم، حيث يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولما جاء بعض أشراف قريش إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن نريد أن نتبعك وأن نجلس معك، لكننا لا نستطيع أن نجلس مع سلمان وبلال وصهيب وفقهاء المسلمين، فاجعل لنا يوما ولهم يوما. فنزل قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا يبتغون دنيا يصيبونها، ولا يتاجرون بدين الله، ولا يريدون عرض الدنيا، فقط يريدون وجهه. مع هؤلاء اجلس واصبر نفسك معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. لا تتحرك عيناك عن هؤلاء، ولا تتركهم إلى غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، تميل إلى السادة والأشراف والوجهاء، وتترك هؤلاء المتبتلين إلى الله. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول سبحانه في موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن العاقبة بينة واضحة، شتان بين هذا وذاك.
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صادقا وإن يستغيثوا يغاثوا بأي شيء يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ولم يقل القرآن الكريم يشوي البطون لشربه، إنما مجرد النظر إلى ماء جهنم عن بعد لشدة غليانه يتساقط لحم وجه من ينظر إليه. وإن يستغيثوا المعرضون عن الله الضالون عن طريقه، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا ويعملون الصالحات، من الذاكرين الله والذاكرات، ممن حيت قلوبهم بذكر الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.